قال زعيم اسلامي وشهود عيان لوكاله فرانس بريس ان الاسلاميين الذين يسيطرون على مدينه جاو شمال شرق مالي قاموا ببتر اطراف شخصين بينما ينتظر اخرون المصير نفسه تطبيقا للشريعه لقد فعلنا ما امرنا الله به انها مشيئته الله هو خالقنا وهو من ياخذ ارواحنا منا وصرح مختار باري أحد قادة تنظيم التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا الذي يحتال غاو تطبيقا للشريعة: "قطعنا يدي شخصين الجمعة وينتظر ثمانية أشخاص آخرين المصير نفسه" وأضاف: "هذا شرع الله ولا يستطيع أحد منع تطبيقه"